السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم حبي الضام بعد، اللهم انه كرمه ان يوفقنا وياكم جميع سلم. ينفع ما نقول، يعني في فيديو انتشر وسائل التواصل على المشكله صايره بين اهل الطيور، واحد من الطيور يقولون داش على مخيم وفيه عوائل ومدري شلون ومهاوشينه، والرجال جاي يوم مدري شو ثاني يوم مدري بالليل شلون حرق المخيم. انتشرت هي، ممكن اغلبيتكم شافها. احنا نقول عسى الله يهدي نفوس، هذا واحد، والله يرفع عنهم لا بلا بالمسلم والامر اللي حاصل. يعني انا راعي طير وكنت احذر من الامور هذه، الطير لا دخل داخل مكان، يا راعي الطير وقف بعيد وشوف الناس تقهرن ولا شوف لك احد ولا هذا، اما تدش داخل ممكن العوائل الحين يعني عسى الله يحفظهم جميع مسلم، يعني عطله الحين واغلب المخيمات فيها عوائل. والامر الثاني اللي ودي اوصله، ترى بعض اهل المخيمات مو محترم. انا يا عبد الله مشلح جيت لي مره مكان جاخور، الطير دخل داخل، والله اني واقف برا، والله ما دخلت، وجاء وسمعنا كلام، يعني انا الحالي موجود، يعني ما شو يا الغالي، انا ما جايك من قريب، لا كان معاه يعني كم واحد من مجموعتهم عيالهم، وهذا يعني مشكله. انت هذا حامي، قلت جعلها بذمتك، والله بذمتك وما انت مسامح، لا انت هذا حمامي، قلت والله علها بذمتك. يا اخوان ترى طيور تطير وبهيمة تلحق بهيمة، ولا حولت عندكم، لا بد انكم تفهمون وتشوفون الامر، ترى يعني مثل ما انتم هاوين الحلال هذا، ترى حنا هاوين الطيور، ما في كلام، فلا بد اني في يصير بيننا تعاون، مو لا جاكم احد غلطتوا عليه ولا قلتوا له شيء ولا هذا. بعضهم جاهل ما يعرف، جاهل مو جاهل عمر، بعضهم ما يعرف شو يتصرف، بال الطير والشيطان اعوذ بالله منه يدخل عليه، ان الحين يجي احد يطقه، لان في بعض اهل الجواخير عسى الله يا ربي يهديهم يقول لا جاء طق الطير، ترى والله مو صالحكم، وانا قلت اول قسما بالله مو صالحكم، ينطق الطير كارثه كارثه والله، مو كلام، وانا مو يعني قاعد اسولف اهدد، انا اقول لكم والله لا يبلى انا، وينطق طير عندي صراحه، والله لا يبلى انا بهالموقف هذا، لا يحط الموقف هذا، اسال الله بمنه وكرمه، قلتها قبل واقولها الحين، انه يطيحنا بالموقف هذا صراحه. فالامر ما فيه، لابد يكون في تعاون. اهل الطيور لا دش طيرك المكان، اركد وتعال على الراحه، وقف بعيد، واذا هذا عطى الدس والمرقع يروح يجيب طيرك ويجي احد المخيمات هذه، لا تفكر انه يمكن يضربونه يمكن يسوون، يمكن باذن الله مو ظالمين ولا صاير على شيء باذن الله تعالى. وانتم يا اهل الحلال لا جاكم احد، ركزوا على كلامي، سواء اهل المخيم ولا حلال كلها لا جاكم احد، ومسوي الامر اللي قاعد اقوله انا، انضبطوا، لا تقعدون يعني تمادون على الناس ولا تجي وما ادري ايش سويت وحطيت، وهذا ترى ما هو بيد الرجال، يوم جاكم مو قاصد، والله ما ودنا في احد من الاخير اعطيكم اياه، ولكن مبليين فيكم شو نسوي يعني، فلا بد ان نتعاون، ولا نقعد نسوي سوالف يعني ايش تسوى هذه. انا والله سمعت الموضوع هذا يعني والله حزت خاطري، يعني اول الحين المكان فيه عوائل ومحترقين ولا صاير عليهم شيء، ايش تسوى علشان موضوع تافه طيري دخل عندكم؟ لابد يكون في تفاهم يا جماعه، عقول ما هي وحده، ركزوا، عقول ما هي وحده، ترى طيح لكم واحد يبلاكم، ركزوا على يعني خافوا على اهلكم، لا جاكم احد الواحد، يعني انا ماني جايكم قاصد، ترى يوم هالطيري والله ماني قاصد، والله ولا ودي يزمن، والله ولا وبالله وتالله ما ودي نطير نهزمن عليكم ولا على غيركم، ما ودي نطير يطير، ولكن شنو بعد حمامه وتضايقت ضايق الطير اجباري تحول على اقرب عزبه، فان جاكم احد يا الربع تكفون 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 شركم، ترى القاع ضاقت يعني، وكويت عسى الله يرحمه ورحمته كلها شب كروف ودبايه معترضه، فلا بد ان نتعاون، يعني ما هي سالفه، انا يوم نتكلم والله مو شفنا كلام وشفنا وجيه مباركه، والله اسال الله منه وكرمه ان يوفقهم في وجيه مباركه، والرجال تعرف من ما قابلته، ترى ما هي انا اخذ الامر عفرته واسوي، لا الرجال المحترم الاخلاق الاديب اللي لا قابل احد
يعرف شلون يهلي ويرحب فيه، مو نفسيه و احنا معنا جايينكم ترى الطير جابنا لكم. والله وبالله وتالله لو اني احكم عقل الطير اخليه ما يمركم نهائيا، ولكن هذا بأمر رب العالمين حول عليكم الطير وحمامته. خلاص الركاده زينه وانتم يا اخواننا بديت الصقر صراحه، ما في من ربعنا يعني الصقاقير يجهل الامر هذا، جاهل في الامر هذا، يدش ولا طير ومو هو عارف. لا يا حبيبي اركد في حريم والمكان لحرمته، ما في كلام. عسى الله ينفع فينا وياك ويسلم وانت ابو يا اخوان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.